من السوق البلدي الحي المحمدي مراكش. هاد الغلاء اللي بالنسبه للخضر هاد العواميد الغلاء منها المطر والسلعه قليله في الاسواق وداكشي في الاراضي وداكشي وسميتو. وبالنسبه للترونسبور حتى هو من العوامل ديال الغلاء. والخضر بالنسبه بحال نذكروا القريعه، ها هي القريعه هذه اللي تسمى تدير الصندوق ديالها 300 درهم والفلفله وداكشي المسائل ديال هكا الباربه كاينه 100 درهم كاينه الفلفله تتسوى البلادي الفلفله تتسوى 11 درهم بلاصتها في الجمله وماطيشه 10 درهم في السوق جمله والبيع حنا تنبيعو ب 12 درهم هادشي اللي كاين والله يرحمنا من عنده. هو المواطن بالنسبه للمواطن راه ما عنده جهد حتى هو وتنطلبوا الله يرحمنا من عنده. هادشي ما عمرنا شفناه فهاد الغلا توصل كاع الى كثر كاع الى كثر تتسول توصل بطاطا 4 دراهم 5 دراهم كاع الى غلات واحد الفتره تجي توصل 3 دراهم 2 دراهم 3 دراهم كاع هكا 4 دراهم هذا هو هكا الى غلات. والفلفله تدير 5 دراهم ماطيشه 4 دراهم 5 توصل حتى 3. وهذا الشيء راه تنذكر لك تنقول لك من العوامل ديال الشتاء. هذا الشيء الشتاء الله يرحمه المياه والابار راه وصلت الله يلطف راه وصل البيار حتى هما راه وصلوا 200 متر و 300 متر منهم هاد النواحي ديال مراكش. الغابه هي دابا اللي خدامه في بطاطا اللي عندها بطاطا وما قادر راه هو العطريه تيتسمى الخيار وهذا الشيء وداك الشيء المسائل وما تيشافها قادر راه وصلوا تقريبا الغابه راه قليله بطاطا قليله بزاف. والصندوق راه داير 3500 ريال راه طايحه بطاطا ب 10 درهم دروك. هاد السيمانه اللي فاتت كانت اسيدي كانت هي 8 درهم من بلاصتها تنبيعها حنا ب 10 لكن دابا من 10 راه خصك تبيعها ب 12 درهم تدي واحد 2 درهم ديالك حلال مطيب ديالك. والمواطن راه ما عنده جهد راه تيتشكى حتى هي واش بينا نديرو راه الله يجعل اللطف من عنده. هاد الشيء اللي كاين راه من حقه حتى هو يغوت. هاد الشيء كاين ولا ما كاين خصو يغوت ولكن راه حتى السالير دابا مني السالير الموظف شوف الموظف دابا مني يكون هاد الغلاء بزاف ويبقى راه حتى داك الاجره ديالو ما غاديش تقتيري هاد الشيء اللي بي ياكو الماكله وداك الشيء المسائل غادي تجيه صعيبه المعيشه.